ولكن السؤال ده اعتقد انت اتسالته كتير، ان انت يعني لاعب يجي من الدوري الانجليزي للدوري المصري بتبقى برضو بالنسبه للناس، ناس كتيره سالت ان يعني انت عشان لاعب يسيب الدوري الانجليزي ويجي الدوري المصري بتبقى الامور صعبه شويه. بص يا كابتن، طبعا بنسبه كبيره، بس برضو اللعيب النهارده واحد زي ده وهو داخل على 18 سنه، عارف نادي الاهلي وافريقيا عامل ازاي، بالظبط. وعارف نادي الاهلي هيساعده في المنتخب ازاي، وهياخد اي لعبه اكتر، وعنده كاس عالم انديه. الحاجات دي كلها كانت مخبره له في الفتره الاخيره. فالنهارده هو حتى كان بيكلم، وكان عنده عرض من الخليج مثلا تو الفتره الاخيره، كان عنده عرض من عرضين من بلجيكا، بس في الاخر هو فضل يكون موجود في الاهلي. وده مش كلام، مش بقول كلام، انا عارف بحسن بيه الموضوع، ده الواقع اللي موجود فعلا. النهارده الاهلي في افريقيا الناس عارف الاهلي رقم واحد في افريقيا، مظبوط. في المنطقه العربيه برضو الاهلي كاسم رقم واحد، كبطولات رقم واحد. فطبعا هو اسم جاذب لاي لعيب يكون موجود فيه. وده فرق كتير في وجود تاو خلال الفترة القادمة.